استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بمدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتقاء عدد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلين في حيي الدرج والصبرة وسط المدينة. كما استشهد عدد آخر جراء قصف طائرة مسيرة بصاروخ مركبة مدنية في حي الصبرة بالمدينة. هذا وأفادت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 205 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. كما كشفت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37,794 شهيدا و 86,634 مصابا منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي. Came to this hospital, around 100 cases